هناك مشاهد مروعة أخرى من مستشفى ابن باديس بقسنطينة، شاهدوها. السلام عليكم خوتي خواتاتي، هذا لوبيتال بن باديس قسنطين، انا في سيرفيس انفيكسيو سيتادير الامراض المعديه، هذو لي سانيتير حاشاكم خوتي خواتاتي، سي لو سيرفيس لي جواه المرضى لي حكمتهم انفيكسيون، مي مالوغوزمون شوفوا وين راهم يدخلوا، بيت الراحه حاشاكم، هاوليكم بيت الراحة تاع لوبيتال بن باديس قسطنطين، ناس يجيو يداويو من جراثيم من انفكسيون، مي الانفكسيون كبيرة راهي هنايا، هنا تحكمهم، راهم يقتلو في الناس، خاوتي خواتاتي، الناس المرضى مساكن قلالين ما يعرفوش ما يفهموش، يشوفو ويسكتو مساكن، هانيك هذا هو لوبيتال. Service infectieux Constantine, hôpital de Mobadis. Alec. D'abord, on a parlé. Sauf la cuisine, je suis en train de faire des choses. On est du vieux la cuisine est du vieux. وين راهي تموت، راهم كاتبين من فضلكم عدم رمي الأوساخ، بصح هذا المكان راهو موسخ، هو بحد ذاته وسخ، هاهم يجيو يداويو المرضى مساكن اللي مرضو بالانفكسيون، هاي تواليت، شوفوا الفضايح خاطي، شوفوا تفرجوا. حقيقة إخواني الكرام، أن هذه المشاهد تعبر بلا أدنى شك، كل مشهد نشاهده عن واقع الصحة في الجزائر مؤلم، ولكن أيضا هناك حالات جيدة، هناك عيادات خاصة ممتازة هذا، ولكنها غالية على عموم المواطن، المواطن الزوالي ما يروح العيادة خاصة يستطيع أن ينفق عليها الأموال الطائلة، ولكن لو كانت هناك سياسة فيما يخص التأمينات بالنسبة إلى واحد موظف يروح المستشفى يدفع مبلغ رمزي أو شيء من هذا القبيل، يستطيع أنه يكون يختار المستشفى الذي يريد، حتى لو تكون عيادة خاصة وتكون هناك سياسة تأمينية. مثلا المواطن مثل ما هنا في فرنسا، هناك الإنسان البطال عنده تغطية من الدولة في حدود معينة، في تغطية معينة يعالج مجانا والدولة هي التي تدفع، اللي عنده مداخيل على حسب المداخيل، اللي عنده مداخيل يروح لمؤسسات تأمين يدفع شهريا مبلغ من المال ويأخذ تغطية، التغطية وهذه موجودة. مثل هذه السياسة لو توفر في الجزائر راح تكون أفضل بكثير من مما يحدث ومن مما نراه من سوء تسيير يتحمله الجميع في هذا القطاع.